سؤال تاني بيسأله الأخ ده، بيقول إيه؟ بيقول يجب على الإنسان أن يخفي فضائله، يخفي أي فضيلة اقتناها. فبنعمة ربنا قال أحد القديسين: كلما جاهدت لأقتني فضيلة وكشف للناس، كشفت للناس أتركها وأجاهد في أخرى. ده عبارة عنها الأنبا بشوي، أو قيلت عنه أن كان كل ما يتقن فضيلة ويعرفها الناس يتركها. فكيف يخفي الإنسان فضائله في نفس الوقت يظهرها حتى يكون قدوة صالحة لمخدوميه وللناس؟ طبعا مش كل فضيلة تقدر تخفيها، ومش كل موهبة تقدر تخفيها، مش كل فضيلة تقدر تخفيها، ولا كل موهبة تقدر تخفيها. وإلا ما كانت تكتب لنا سير القديسين وفيها فضائلهم، وتكتب لنا سير القديسين وفيها مواهبهم ومعجزاتهم. يعني تكتب لنا سيرة أثناسيوس الرسول وفيها دفاعه المجيد عن الإيمان، وسيرة ماري جرجس وفيها المعجزات، وسيرة يوحنا ذهبي الفم وفيها موهبة الكلام والتأثير الروحي، وسيرة الآباء الرهبان وفضائلهم في كل ناحية من نواحي الحياة الروحية. إنما المهم هو إيه؟ أنا عايزكم تفهموا النقطة دي، لأنها النقطة الحساسة اللي جي. ما ذكره الله في العزة على الجبل، قال إيه؟ قال إن ناس بيصوموا ويصلوا عشان ياخدوا مديح من الآخرين. يعني مش فضيلتهم ظاهرة لوحديها، ده هم قصدهم انهم ينالوا مدح من الناس. شوفوا هو جيب لكم الايات بالظبط، شوفوا موجود ايه. فكون ان يكون قصدك هو نوال المدح ده شيء، وكون ان المدح يجي لك لوحده بدون ما تقصد ومهما اخفيت ده شيء اخر. شوف يقول ايه، بيقول: متى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق. اللي بيصوت قدام بالبوق يعني بيعلن اللي بيعمله. فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. يعني هم بيعلنوا لكي يمجدوا من الناس، يعني غرضهم انهم يمجدوا من الناس. لكن واحد زي القديس أنبا إبرام أسقف الفيوم مثلا، كان بيصنع صدقات كتير اتعرفت عنه واتكتبت في تاريخه، لكن لم يكن قصده أن يمجد من الناس، كان قصده الرحمة التي تملأ قلبه وزهده في المال، الرحمة والزهد. لكن ما كانش بيفكر أبدا أنه بيعمل كده عشان الناس يمجدوه. الحق أقول لكم أنهم استوفوا أجرهم. يقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. هم بيعملوا كده لكي يظهروا من الناس، والتاني لكي يمجدوا من الناس. لكن ممكن فضائلك تظهر ويرى الناس أعمالك الحسنة بدون ما أنت يكون قصدك أنك توري للناس. يعني واحد زي إبراهيم الجهري في كل أعماله الطيبة وكل عناياته بالكنائس وبالأديرة وبالفقراء وبالحاجات دي، هو ما كانش قصده أن يظهر للناس، لكن الحاجات دي اتعرفت. ولذلك قال القديس بولس الرسول عن سيرته وسيرة زملائه أو تلاميذه في الخدمة: بمجد وهوان، بصيت حسن وصيت رديء. دي بتيجي لوحده، دي بتيجي إيه؟ لوحده، لأن عمل الخير لابد بيظهر. يعني افرض عائلة في ضيقة وهتضيع خالص، وانت أحسنت للعيلة دي وأحسنت في الخفاء، لكن العيلة دي ملت الدنيا كلام وقالت: ما ننساش فضل فلان اللي هو عمل وعمل، عملت كذا حاجة زي دي اتعرفت. لكن انت مش قصدك من هذا الأمر انك توري للناس. فربنا بيدور على القلب، هل انت بتعمل الفضيلة حبا في الخير، ولا بتعمل الفضيلة حبا في مديح الناس؟ الله هو فاحص القلوب وعارف القصد، حسب القصد بتبان. لكن عبارة ان كل فضيلة تتعرف الواحد يخفيها، ده بعد كده ممكن الانسان يبقى بلا فضيلة على الاطلاق. ممكن هتتعرف وبعدين يسيبها، مش يخفيها يسيبها، وبعدين تتعرف التانية يسيبها، وبعدين يقعد من غير فضائل. مش معقول. المقصود بيها
انه ما يكونش ينال مجد من الناس. وطبعا الكلام اللي بيعمله الرهبان غير الكلام اللي بيعملوه بقية الناس. يعني الراهب ده في صلواته، في وحدته، في هدوءه، محدش بيشوفه. لكن انت بتيجي الكنيسة قصاد جميع الناس بتصلي، هتيجي تقول ما صليش احسن الناس يفتكروني بصلي؟ مش معقول. ما صومش عشان الناس يشوفوني بصوم؟ مش معقول. لكن لا يكون قصدك، لا يكون قصدك هو ان تعلن فضائلك للناس. اذا تعرفت لوحديها، واحد قاعد صامت كده في هدوء وفي رزانة لا يشترك في تفاهات الكلام اللي عند الناس، والناس يقول يا سلام على الانسان الرزين الصامت، قوم يملى الدنيا كلام مسرسره علشان يخفي الفضيله. مش معقول الكلام، والا هيضيع روحه. واحد اثناء القداس اتاثر وبكى، مش قصده لكن حصل اتاثر وبس، يقعد يضحك علشان الناس ما يقولوش ده بيبكي. في حاجات الواحد ما بيقدرش يمنعها، لكن المهم قصد القلب من الداخل، هو عايز الناس يمدحوه ولا قلبه كده.